بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، أرجو تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، ويا رب إن شاء الله تكونوا سامعيني كويس. ده نور حضراتكم، ربنا يسعدكم، شكرا جزيلا. طب الحمد لله، الصوت تمام، الحمد لله رب العالمين. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، ربنا يسعدكم. يا مرحب بتونس واهل تونس، ربنا يسعدكم يا رب. وعليكم السلام وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، ربنا يبارك فيكم جميعا. يا اهلا بكم جميعا، شكرا جزيلا، ربنا يحفظكم. والله انتوا اللي وحشتوني اكتر، انا ما جبتش عليكم كتير، ده 24 ساعه. يا صباح الفل والجمال، ده نور حضراتكم، ربنا يسعدكم، انتم الكبار بحضوركم، ربنا يبارك فيكم. الحمد لله، وعليكم السلام وبركاته، صباح الفل، صباح الجمال، وعليكم السلام وبركاته. طيب تمام، لازم الجورتين صباحا ومساء. طيب حاضر، الرب المستعان، معلش يعني هو كده كتير. طيب حاضر، ان شاء الله اوعدكم النهارده بالليل نبقى مع بعض باذن الله. هو بس انا كنت فعلا ناوي اطلع امبارح بالليل في لايف يعني، بس اللي عطل الدنيا ان انا كنت قاعد مع مهندسين الصيانه، لان يعني ايه الجهاز وضعه تطور جامد يعني، ف الله المستعان يعني شر بلاتي ما يضحك يعني. الحمد لله، حاضر، بس كل 12 ساعه، حاضر، الله المستعان. والله انا متضايق، بس ان انا يعني في حاجات نفسي استعرضها مع حضراتكم وحاجات اعرضها وكده، فمش عارف اعملها، لان طبعا من على الموبايل مش عارف اتحكم في الامور دي. ف بالاضافه طبعا في حاجات محتاجه منتجها، في حاجات محتاجه اعمل لها اعداد من على الجهاز نفسه، الداتا موجوده على الجهاز. الله المستعان، هو ده اللي معطلني، بس التنين الاسود يعني هريتني بطيخ. الله المستعان. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يسعدكم. طيب عشان ما نضيعش وقت كتير، عشان طبعا يعني نلحق كمان نطلع بالليل، فاحنا دلوقتي هنناقش 3 نصوص من جفر حضرة سيدنا الإمام علي، من النصوص التي جمعت ونشرت في كتاب المفاجأة. أسلم لكم على قيصر، حاضر يوصل إن شاء الله. النصوص دي مهمة جدا وخطيرة جدا، ويا صباح الفل، يا صباح الورد والياسمين. وأول نص تحديدا هنفهم منه إنه بيبشرنا بطوفان الأقصى وما يحدث من أحداث الآن، ولعل هذا النص يكون يعني خير إشارة لمن اللي كانوا بيسألوا هو ممكن الدجال يبقى عارف، ممكن الدجال يبقى متوقع، ممكن الدجال يبقى كده. فقلنا في نصوص بتوضح إن في أحداث، دي نصوص ظاهرة ومنشورة، فما بالنا بقى اذا كان في امور خفيه او امور لسه لم تظهر، امور هو وصل لها بشكل او باخر، فاكيد في تفاصيل معاه. لكن المهم، الغلبه لمن يملك المعلومات الاكثر، الغلبه لمن يملك الحيطه والاعداد الجيد. عشان ما نضيعش وقت في التفصيله دي اللي احنا ناقشناها قبل كده كتير، فتعالوا بينا على طول نبدا في النص الاول اللي معانا، وهو نص مفاجاه جدا، واعتقد ان هو هيبسط حضراتكم. انا كنت بالصدفه قاعد بقلب فلقيته موجود، فقلت لا ده لازم بقى، ده جاي في وقته يعني، ده من المدد كده. هو ده بقى ايه، لما بنقول مدد ما بيفهموش يعني ايه مدد، فده من المدد الرباني، ان الواحد كده يجي له الالهام ان هو يدعبس ويفتش ويدور، فيلاقي حاجات صدف كده بتطلع له كان مخبيها كده ولا كده، فالله المستعان. فيلا بينا ناخد النص ونناقشه بعد كده واحده واحده. وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء وينصبون نارا عظيمة اسمها صارخ، ويهددون أعداء الله بمعاد كثيرة، أخلاطا مثل الدائرة وأشكال كثيرة
سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء، ولا يترك حبا إلا أكله كالحمحمة يتركه يغدو رمادا تدوره الرياح إن لم تدفنوه. وتطلب نساء اليهود الزوج فلا يجدونه إلا من خارج يهود، ولا يكون 20 امرأة أمام قيم واحد، يجتمعون في خلة من الأرض يذلهم الله ويضرب عليهم الهوان والمسكنة، فلا تثور لهم فائرة إلا طعنا في الظهر، ينتظرون الدجال وهو شر غالب، ينتظروا ألوفا منهم يؤمنون لهم عقل ودين، يغدون في يوم وليلة مع سلطان المهدي. نقولها تاني بقى ايه، واحدة واحدة. وتهيج جموع أصحاب الرايات السوداء. طيب هتيجي بقى هنا، وينصبون نارا عظيمة اسمها صارخ. إذن هنا النص ده بيبشرني أو بيقول لي إن في جماعات رايتها سوداء، أهم سلاح عندها هيبقى اسمه صارخ، اللي هو سلاح الصواريخ. طبعا هيجي البعض دلوقتي يقول لي استنى يا عم، ده المقاومة في فلسطين رايتها خضراء. أقول له حضرتك خدت بالظاهر الأول قدام عينيك، المقاومة في فلسطين 12 فصيل، 12 فصيل دي أعلام ال 12 فصيل اللي باللون الأخضر ده القسام، عشان بس إيه نفصل الكلام. أما باقي الأعلام كل علم يخص فصيل من فصائل المقاومة ال 12. لو دققنا كويس هنلاقي في عندنا 5 فصائل أعلامهم سوداء، رايتهم سوداء. 5 فصائل من ال 12 رايتهم سوداء، إذن الغالبية سوداء. غالبية الرايات التي تشارك الآن في طوفان الأقصى رايات سوداء. ده بداية كده إيه وإحنا بنسمي. وينصبون نارا عظيمة اسمها صارخ. أعتقد أهم سلاح في إيد المقاومة بشكل عام هو سلاح الصواريخ، واعتقد اتكلمنا في الامر ده كتير في البدايات في شرح الامور العسكريه والتكتيكيه، واتكلمنا على منظومه عياش وما شابه عياش 250 وما دونها من منظومه صواريخ اخرى. ويهددون اعداء الله بمعادن كثيره، بمعادن كثيره، اخلاطا مثل الدائره واشكال كثيره، سهام طول الجبال في قلبها لهب يخترق الأرض ويفسد الماء والهواء، ولا يترك حيا إلا أكله كالحمحمة يتركه يغدو رمادا تدوره الرياح إن لم تدفنوه. التوصيف ده كله كده باختصار توصيف لأن شكل الصواريخ ونوعيتها، للقاذفات الار بي جي المختلفة زي الألياسين وغيرها، للعبوات الناسفة والمستخدمه في العمليات اللي بتستخدمها المقاومه، لقاذفات الهاون وكل بقى انواع القاذفات والراجمات الصاروخيه اللي بيستخدمها الرجاله في ارض المعركه. فده باختصار توصيف للاسلحه اللي هم بيستخدموها، وان الاسلحه دي من شدتها تفادي خطورتها مش هيكون الا بالدفن. تفادي خطورتها مش هيكون، او تفادي اثارها الجانبيه مش هيكون الا بالدفن. وتطلب نساء اليهود الزوج فلا يجدونه الا من خارج يهود، ولا يكون 20 امراه امام قيم واحد، يجتمعون في خله من الارض يذلهم الله ويضرب عليهم الهوان والمسكنه، فلا تثور لهم ثائره الا طعنا في الظهر. ده هنا بيورينا وصف وتوصيف لحال الشعب بتاع الكيان بعد ما يتم اتمام الفتح واتمام النصر النهائي بتحرير القدس وتحرير المسجد الاقصى
في ان هم حتى مش هيلاقوا ازواج ليهم من مجتمعهم، هيلجأوا الى خارج مجتمعهم، وهتبقى 20 امرأة منهم لها قيم واحد. ده طبعا في مرحلة مستقبلية، يعني ان هم هيتجمعوا في خلة من الشام، مش هيكون ليهم حس ولا هيكون ليهم اي حركة الا طعنا في الظهر، يعني برضو هيفضلوا يتخبسوا ويفضلوا يتآمروا ويفضلوا يدسوا ويثيروا الفتن إلى أن يخرج الدجال. ينتظرون الدجال وهو شر غالب، ينتظر ألوفا منهم يؤمنون لهم عقل ودين، يغدون في يوم وليلة مع سلطان المهدي. نفهم من هنا أن في عدد كبير من شعب الكيان لديه جانب من الإيمان، وخصوصا اللي هيتبقوا في خلة من الشام. ليه اللي هيتبقوا في خلة من الشام دول مؤمنين عن حق بالمخلص، مؤمنين على الحق بالمخلص اللي هو المسيح المنتظر. فالناس دي لما الإمام هيخرج بإذن الله ويحاججهم بما لديه من مستندات في التوراة والزبور والإنجيل، وهيثبت لهم الحق فين، هيؤمنوا بالإمام، هيسيبوا الخلة، هيسيبوا وادي جهنم وينضموا إلى معسكر الإسلام. ودول هيبقوا عددهم كبير مش قليل. ولما نقول مع سلطان المهدي، نفهم من هنا ان هم هيكونوا ليهم دور في هذا السلطان، يعني اللي هينضموا للإمام من شعب الكيان بعد ان يؤمنوا بالله ويسلموا هيكون ليهم دور في سلطان الإمام، هيستفاد منهم بشكل او بآخر. ده باختصار النص بيكلمنا عن أحداث طوفان الأقصى من غير ما يسميها، من غير ما يسميها، بل اداني كمان نهايتها واداني ما بعد نهايتها، بس من غير ما يسلط الضوء عليها. هو اداني ما بعد النهاية واعتمد بقى ان فيه نصوص اخرى بتكلمني على شكل النهاية وعن تطور المرحلة وتطور المعركة وما شابه. النصوص اللي بتكلمني عن خروج الصحابي وخروج الصاحب وانهم يطلبون القدس و و و و و كل ما يخص الامر اللي هو بتاع ايه، نهايه طوفان الاقصى. بالاضافه لكده ان هنا بيدينا بقى ايه توصيف زياده عن ما هو مذكور في النص الطويل اللي ذكرناه قبل كده، اللي هو بتاع ايه، ويل للعرب من رجال بحر الخزر. لما بنكمل النص ده ونمشي معاه بيكلمنا عن الاحداث اللي هتكون في القدس وفي فلسطين بشكل عام قبيل التحرير. هنا بقى بيسلط لي الضوء على طبيعة الأحداث دي عسكريا، بيوصفها لي عسكريا عشان لما تحصل قدام عينيا أعرفها، وعلمها لي بحاجتين مهمين، بالرايات السوداء وبالصواريخ، علامتين مهمين جدا نعرف بيهم طبيعة الأحداث دي ورايحة فين وجاية منين. في نص تاني هنلاقي سيدنا الإمام علي بيوصف لنا حال الأمة العربية بشكل عام، حكاما وشعوبا ونخبة، وطبيعة الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي، وطبيعة المعركة اللي دايرة دلوقتي ايه، وما سيتلوها من أحداث. يعني هنعتبرها مشهد آخر في اللوحة اللي احنا بنتكلم فيها دي. وتكون بيوت العرب قبل المهدي غرفا ممزقة والملابس مهتكة، كلهم يتكلمون في وقت واحد، يكذب فيهم الكذاب ويخون الخائن، ويؤتمن ربيب النساء ورأس كبير تتردد رؤاه في كل مكان، لا يمكث فوق الأرض، يطير كالطير ولا يرسو في بر، في عهد وهدنة وليس ليهودي عهد، زمانه أمر المسجد الأقصى يشتد، وتكسر الجبال
أحجارا تدخل دور اللصوص كما تنبأ عيسى ابن مريم وتكون القدس نار. صاحب مصر علامة العلامات وآيته عجب لها أمارات، قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد، إن خرج فاعلم أن المهدي سيطرق أبوابكم. فقبل أن يقرعها طيروا إليه في قباب السحاب أو ائتوه زحفا وحبوا على الثلج. النص على الرغم ان هو مش طويل قوي لكن مليان تفاصيل كتير، فنمشي معاه واحدة واحدة وناخد تفصيلة تفصيلة ولقطة لقطة ونتكلم فيها. تكون بيوت العرب قبل المهدي غرفا ممزقة، يعني ده إشارة ان حال الأمة العربية قبل الإمام حال ممزق ومشتت ومش مجتمعين على قلب رجل واحد، في حالة اختلاف، في حالة صراع، في حالة تناحر، تآمر على بعضهم البعض وما شابه. والملابس مهتكة، الملابس مهتكة ده إشارة للوضع العام اللي فيه الأمة، إن فيه تبرج وفي انحلال وفي عري وفي عدم التزام بالشرع وبالدين وبالآداب العامة في الملبس، وإشارة أيضا إلى أن نوع من التناحر والتنابز لدرجة إن الملابس مهتكة، يعني الناس بتشد في هدوم بعض، بيقطعوا هدوم بعض. ده إشارة لكلمة الملابس مهتكة، أو المعنى الخفي منها أو المعنى الباطني فيها. يعني كلهم يتكلمون في وقت واحد، ده إشارة لانتشار السوشيال ميديا بخلاف الإعلام طبعا، لكن انتشار السوشيال ميديا وإن كل واحد عنده حساب وعنده أكاونت بيتكلم من خلاله، سواء هو ناشط بمعنى يوتيوبر بمعنى فيسبوكي بمعنى كده، أو واحد من المتابعين، أي واحد عنده حساب بيتكلم من خلاله. طب معلش أنا آسف، هرجع لكم مرة تانية. معلش انا اسف. فدي اشاره يتكلمون كلهم في وقت واحد، اشاره لان انتشار السوشيال ميديا وانتشار الحديث والكلام والرغي بالبلدي كده في كل شيء، كل واحد بيفتي وكل واحد بيهري وكل واحد بيتكلم فيما لا يعني، يكذب فيهم الكذاب، اشاره الى انتشار الكذابين، ويخون الخائن، انتشارا لكثرة الخونة، ويؤتمن ربيب النساء. يؤتمن ربيب النساء، دي إشارة ليه حاجة مهمة قوي. ربيب النساء دي يا إما تربية حريم، مفيش رجالة ربوه، مفيش رجالة ربوه، أو هو تابع للحريم، تابع للحريم بقى، تابع لأمه، تابع لأخته، تابع لمراته، أي حاجة، هو هي 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 ربته، هي سيدته، هو ما يقدرش يتخطاها، أمامها هو كلب لولو. فده ربيب النساء،
يا اما تربيه حريم ما فيش رجاله ربوه، وبالتالي ما يعرفش يعني ايه رجوله، ما يعرفش يعني ايه تحمل مسؤوليه، ما يعرفش يعني ايه الجلد، ما يعرفش يعني ايه المثابره، ما يعرفش الكلام ده، ما ترباش على كده، ما ترباش على النشوفيه، اتربى يبقى لا مؤاخذه طري، او هو قدام حريم معينه بيبقى ضعيف، قدام امه ضعيف، قدام مراته ضعيف، قدام اخته ضعيف، قدام بنته ضعيف كده يعني. نعم يا فندم. قواد يعني ماشي براحتك بقى، ماليش دعوه انا. ما هو يؤتمن ربيب النساء، يعني ايه يؤتمن؟ يعني يؤتمن على حال العامة، يؤتمن على السلطة، يؤتمن على الحكم، يؤتمن على الشرع، يؤتمن ربيب النساء، هذا هو المعنى المقصود، وده معنى عام على فكرة يشمل ناس كتير ويشمل آفاق عديدة، يعني مش معنى لا يسقط على شخص، يعني كل المعاني اللي بنتكلم فيها دي الكاذب والخائن والكلام ده، مش أفراد، دي حالة. هنا بقى هو فجأة هياخدني لحسني مبارك، ورأس كبير تتردد رؤاه في كل مكان. رأس كبير مش معناه انه حجم رأس كبير، لا، رأس كبير رئيس ذو رأس قوم له شأن، كبير المكان، كبير المقام. تتردد رؤاه في كل مكان. مبارك كان بيتحرك كتير، كان بيسافر كتير، ولا يمكث فوق الأرض، يطير كالطير وهو طيار، ولا يرسو في بر، في عهد وهدنة، وليس اليهودي عهد. نفس المعنى اللي اتوصف به في نص آخر بأنه إيه، أبو سلام. السلام خيار استراتيجي، دي كان السلوجن بتاع عصر مبارك من يوم ما مسك إلى أن خرج من الحكم ومن المشهد، كان دايما في امر ما في كل ما يخص الصراع مع العدو دون المواقف الكريتيكال، يعني كان يتكلم في هذا العنوان، السلام خيار استراتيجي. فهو كان بيحافظ على العهد وعلى الهدنه اللي بيننا وبينهم، وهي ايه؟ معاهده كامب ديفيد. بس هنبص بقى للامام علي بيقول له ايه بعد كده. في عهد وهدنة وليس ليهودي عهد. وليس ليهودي عهد، دي إشارة واضحة من سيدنا الإمام علي، ويكاد يكون أمر بعدم الوثوق في عهود هؤلاء. أدي واحد. اتنين، في نص آخر ناقشناه قبل كده بيتكلم على أن وترى الكنانة ما ترى حربا من يهود في السر، حربا من يهود في السر، فدي بتكمل المعنى بتاع ايه، وليس ليهوديين عهد، هم مش هيحافظوا على العهد، انت هتحافظ على العهد، هم مش هيحافظوا على العهد، هم هيضربوك من تحت لتحت بشغل بقى الايه، المخابرات وشغل الاستخبارات والشغل الخبيث اللي من تحت الترابيزه، انت مهما بتحافظ من فوق هو بيضربك من تحت. زمانه يعني زمان هذا الرأس الكبير اللي هو مبارك، لا أرجو بس نخلص الأول بعدين نشوف الأسئلة يا جماعة. زمانه أمر المسجد الأقصى يشتد، وتكسر الجبال أحجاره. لما نيجي نبص في عهد مبارك في الثلاثين سنة هنلاقي ان اقصى المواقف اللي شافها الشعب الفلسطيني بشكل عام، او شافتها مدينة القدس، او شافها المسجد الاقصى، كانت في الثلاثين سنة، الانتفاضة الاولى والانتفاضة الثانية وما سبقهم في الثمانينات وما تلاهم وما بينهما في التسعينات وما تلاهم في الالفينات، كل دي مراحل المسجد الاقصى امره عمال يشتد وعمال يبقى أصعب، ويتعرض للانتهاك زيادة يوم عن التاني، يتعرض للاعتداء زيادة يوم عن التاني، ونحن لا نحرك أي ساكن. وتكسر الجبال أحجارا، ده إشارة طبعا للانتفاضات
الأولى والثانية، تدخل دور اللصوص كما تنبأ عيسى ابن مريم وتكون القدس نارا. يعني اللصوص هنا المقصود بيهم وهم يعني مجرمي الصهيونية، دخلوا الدور، دخلوا دور القدس ودخلوا دور المسجد الأقصى وعاثوا فيها فسادا. وتكون القدس نارا كما تنبأ عيسى ابن مريم. يبقى لما هنبص في نبوءات السيد المسيح هنلاقي انه بيتكلم على امر اشتداد الامر في القدس وان الاحداث ستكون ملتهبه الى اخر هذا الكلام. بعدين بينقلني بقى ويقول لي ايه؟ صاحب مصر علامه العلامات. علامه العلامات لمين؟ للامام. خلاص اما نلاقي صاحب مصر خرج وتولى الامر نعرف على طول كده ان دي اخر علامه مهمه للامام. واحد يقول لي طب والصيحه، طب والهده، ما ايوه ماشي خلاص اعرف بقى خلاص ان ده جاي. يعني اما تلاقي صاحب مصر قدامك وتولى الامر وتولى مهامه خلاص اعرف بقى ان انت داخل على الصيحه وداخل على الهده وداخل على الكلام ده. خلاص انت في 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 اجواء ظهور الامام. فتوقع بقى ايه او انتظر الاحداث الكونيه الكبيره اللي هتؤكد ان انت في الدائره الزمنيه لظهور حضرته ان شاء الله تعالى. آياته عجب ولها أمارات. آيات صاحب مصر عجب. الآية صاحب مصر آية عجيبة وليها أمارات، يعني ليها مبشرات، ليها ممهدات. آية صاحب مصر دي هيكون ليها ممهدات لهذه الآية، لكنها هتكون آية عجيبة وهيتعجب لها الناس. آياته عجب، ودي من هنا نفهم ونتأكد إن الأمر مش عبثي، إن الأمر ما ينفعش نروح على قهوة بعرة ونختار واحد ونقوله تعالى يا واحد أنت هتبقى الصاحب، وتعالى يا فلان أنت هتبقى الصحابي، وتعالى يا علان أنت هتبقى الإمام، مش كده. دي آيات وأقدار مكتوبة ولكل قدر ما يعضده ويؤكده ويبرزه أمام الناس حتى لا يكون هناك ريب، حتى لا يكون هناك شك، إلا من المنافقين، إلا من الرافدين الكارهين. لكن أصحاب القلوب السليمة خلاص هيبقى قدام الأمر قدامهم إيه؟ واضح جلي، مش محتاج أي حاجة. ما هو أستاذة دينة الأشراف، بس أنا يعني انا بدون الجهاز بتاعي فمش عارف اشتغل، فانا بشتغل من الموبايل، فالله المستعان. وبالتالي فدي امور لا تصنع. يعني ايات وعجب دي اشاره من سيدنا الامام علي اللي هو يعني مش اي كلام، دي حاجه الناس هتقف تتعجب لها. ما وصفش ايه هو العجب ده، ما وصفش ايه هي الايه دي، لكن سابها لك كده، سابها لك يعني ايه لازم تبقى عجيبه. عجيبه يعني الناس كلها تقف قدامها مستغربة ومتعجبة وما عندهاش تفسير واقعي أو تفسير منطقي للآية دي. مش يلا بينا نقدم فلان ولا نقدم علان ولا فلان هو اللي هيقدم كذا ولا علان، لا 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 لا، مظهر الرفاق دي قصة والآية قصة، عشان بس الناس تبقى فاهمة. مظهر الرفاق مش معنى كده ان هو هيقول ان هو ده كذا، لا 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 لا، الامر مش كده. هو حتى لما هيظهر الرفاق لابد لهم من اياته، لابد لهم من ما يعضد ما سيقال على اللسان الصحابي حتى بما سيظهره من وثائق ومخطوطات ووصايا. لكن في النهاية هيبقى لكل واحد من الرفاق آية او آيات تعضده وتؤكد لكل ذي عقل بأن هذا هو فلان المعني بهذا الأمر. فآياته عجب ولها أمارات. قلبه حسن، قلبه حسن، نفس الكلام المذكور عنه في الدر المصاب. قلبه سليم، ما عندوش مرض في قلبه، لا يتبع هوى، لا يتبع دنيا، ليس من العبيد، هو أيضا من العباد، هو من الأحرار. دي قلبه حسن أو قلبه سليم. رأسه محمد،
رأس محمد أي محمدي الفكر على منهاج النبوة، محمدي الفكر على منهاج النبوة، هذا معنى رأسه محمد. ويغير اسم الجد، إذن هذا الشخص هينادى باسم جده أو سيختصر اسمه في اسم جده أو ما شابه. والله يا استاذ زينة الاشراف هو ما بيشرحوش عشان حاجات كتير، مش عشان كده بس، خلونا ساكتين لان طبعا في ناس فسرت قلبه حسن وقلبه ورأسه محمد ويغير اسم الجد ان ده اسمه، قلب الاسم حسن والرأس محمد يبقى محمد حسن، ويغير اسم الجد ان هو يغير اسم جد، فقال لك ده مبارك محمد حسني مبارك، وبعدين بقى ايه يغير اسم الجد بقى ينادى بمبارك. في ناس فسرت الامر كده. طبعا معلش يعني مع احترامي للناس دي كلهم ايا كان مين هم، عشان هم ناس مش اكتر يعني، مش شخص اكتر من حد، دي ناس يا قصده تشوش على المتلقي متعمد، يا اما هو يتبع اسلوب جاهل في بحثه. ليه؟ لان هو لا يعني لا يجمع جميع ما قيل في الشخصيه الواحده، هو بيمشي حسب ما النص قدامه بيقول له ايه دون ان يعود ويربط ويجمع البازل بتاع كل شخصيه او بتاع كل حدث او ثم ان الكلام ده ما بيقوليش ان هو اسمه كده، هو بيقول لي ايه قلبه حسن على طول، اياته عجب ولها امارات، وبعدين قال لي ايه قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد، يبقى اللي قبل ده قبل تغيير اسم الجد قبل ما يقول لي يروح في الكلام في الاسم، يبقى اللي قبل كده مش قبل الاسم، دي صفات فيه قلبه حسن هو قلبه سليم، رأسه محمد هو محمدي الفكر على منهاج النبوة يسعى إلى تطبيق شرع الله، زي كده في الضر المصان لما بيقول لي ايه طويل اللحيه، طويل اللحيه جينا وايه فسرناها للناس وقلنا مش معناه ان هو يبقى طويل اللحيه ملتحي، لا طويل اللحيه شد تمسكه بسنه سيدنا رسول الله. برضه في الضر المصان لما وصفناه قال لك ايه موسى احمدي، موسى وشرحناها ان هو قوي ان هو شديد الغضب لله، انه عنده حميه كبيره لله، لكنه احمدي اي على منهاج النبوه. فدي معنى راسه محمد. ومن هنا دي اشاره للناس اللي بتسمعني كلهم ازاي الاولياء بيفكوا، خدوا بقى راسه محمد دي واشتغلوا عليها اتفكوا بقى، جاب لك بقى احمدي الفكر، جاب لك ريحته طويله، جاب لك دي من راسه محمد مثلا. بندي مثال، بندي مثال. ويغير اسم الجد ان خرج فاعلم، يبقى اول ما يخرج يا مسلم يا عبد الله، اول ما يخرج قدامك صاحب مصر فاعلم ان المهدي ها سيطرق ابوابكم، خلاص المهدي كده هيقف على الباب ويخبط، فقبل ان يقرعها يعني قبل ما يخبط طيروا اليه في قباب السحاب او زحفا وحبوا او ائتوه زحفا وحبوا على الثلج، فقبل ان يقرعها طيروا اليه في قباب السحاب او حبوا وزحفا على الثلج، يعني اول ما تلاقي صاحب مصر خرج وتولى الامر توجه حضرتك على طول مباشره الى مكه او الى المدينه ان كنت ترغب في بيعه الامام المهدي عليه السلام بيعه مباشره، ان تكون من اهل البيعه مش من 313، بتكلم من اهل البيعه، ده امر لجميع المسلمين. ودي النقطه اللي الاخ احمد الجوهري راح واخدها، وطبعا هي نفس الكلام ده المذكور في الاحاديث النبويه اللي نفس الكلام عن سيدنا الامام علي مذكور الاول عن سيدنا رسول الله، اللي هي الجزئيه بتاعت ايه فاتوه حبوا على الثلج او في قباب السحاب، دي اللي النقطه اللي الاخ الجوهري خدها
وراح مصدرها للناس وقال لك اول ما الاحداث تخلص روحوا هناك على طول وبيعوه، من غير بقى ما نخش في تفاصيل ومن غير ما نخش في كلام ومن غير ما نجيب سيره صاحب مصر وقبل منه نجيب سيره الصحابي ونتكلم عن حركه السفياني ونتكلم عن اليماني. لا 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 لا، يلا يلا، هو كده اول ما الاحداث تخلص روحوا على هناك على طول واستنوا بقى ايه المهدي اللي هيجي لكم مع انقطاع التكنولوجيا ودمار مش عارف ايه ووقوع الكلام والكلام ده كله. طيب عشان ما نخشش في رغي كتير، عشان انا عارف الهري والرغي بتاع الرغيين، فاحنا بره هنرد من واقع النصوص ومن عند حضرة سيدنا الامام علي. هناخد نص دلوقتي طويل، واستحملوني ان هو طويل معلش، فهقراه الاول على مهل كده بالراحه، هو طويل شويه ممكن في قرايته يطول فارجوكم استحملوه، وبعدين نبتدي نناقشه مع بعض واحده واحده باذن الله. بس اسمحوا لي اشرب شويه ميه. خد راحتي، حاضر، الله يهنيك بقى، شكرا جزيلا. طيب، وما يكون من باب مغلق إلا يفتحه الله للمهدي، ولو كانت وراء البحار بحار وأنهار وجيوش وقعاقع وقعاقع سلاح لا تعرفون مثله اليوم، أترون النسر والصقر والبوم وكل الطير مثلها وبأسمائها تقذف السحاب نارا وأهوالا، وما كان من سحاب صعب فيه رعد وبرق فصاحبكم المهدي يركبه، يعلمه الله فوق ما تعلمه الذي عنده علم الكتاب، علم من الكتاب، ويكذب الكذاب في الكتاب ودعاوى رؤوس على أبواب جهنم وكلام كثير يسمعه الناس في كل مكان ويرون المتكلم به، وقائل يقول العالم الجديد وما هو بجديد، وداع من أرض يقال لها الجديدة وما هي بجديدة لكنها قديمة، سكانها أصحاب الوجوه الحمراء واسم الرجل منهم أحمر، يعرفهم بعوث يسلم ملوكهم لله، يعبرون بحر الظلمات ويزرعون الشجرة الطيبة التي يحرق فروعها المسيح الدجال ولا يقلع جذورها، ولكن يحارب من الأرض العظيمة كل بذور غرسها صالحون إلا ما شاء الله، ذليلا يعيش ليعلم أنه مقهور وكذاب وأن الأمر لله جميعا، لكنه جل جلاله يضل من يشاء فيعلم أقواما لا يتأثم أحدهم من الذنب ولا يتحرج من لمس العورة وعمل صنم لها، يسيرون وراء كذاب إسرائيل ويكون منهم أئمة الضلالة والدعاء إلى جهنم، يركب مركبهم ملوك وأمراء جعلوهم حكاما على رقاب فأكلوا بهم الدنيا، والله لو شئت لسميتهم بأسمائهم وآل فلان وآل النون وآل العود والمتبرك والمتعرف والمتيمن والمتمصر والقاذف بالكلام والصادم بالنار والفاتن بالفتن، ومنهم الملك والقيل والأمير والرأس والوالي والزعيم، في زمنهم يضيع المسجد الأقصى ويعود مع صحابي مصر، وجمع ابن مصر قبله لقاضي إسرائيل مع قاضي القدس، لكن
إسرائيل تعلو بالفساد والنفير والنار، والعرب غثاء كغثاء السيل، كما أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيخرج صاحب مصر من خفاء وصمت طويل، ويفتح كهف الأسرار، وينادي بالثأر الثأر، يمهد للمهدي، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، والدين مع الغرباء، فطوبى لهم حتى يخرج لهم مهدي آل البيت بعدما يزلزل الله أرض الحمر المسروقة ويتمنى الناس العدل. معلش هو النص كبير شوية، بس أعتقد يعني واضح إنه غزير، فخلونا ناخد كده إيه خطوة خطوة فيه، ونحاول نفكها مع بعض، ولو في حاجة أنا مش عارفها هقول أنا مش عارفها. وما يكون من باب مغلق إلا يفتحه الله للمهدي. يبقى كده دي حاجة نفهم منها على طول إن سيدنا الإمام بإذن الله تعالى ممدود ومنصور ومفتوح له، وهو فاتح بإذن الله لكل صعب ولكل باب أيا كان، وبإذن الله يصل ملكه وسلطانه ونفوذه إلى كل بقاع الأرض. وهذه إشارة تتوافق مع يتم الله نوره في القرآن الكريم، ما يكون من باب إلا يفتحه الله للمهدي. ولو كانت وراء الباب، حتى لو كان وراء الباب ده في بحار وفي أنهار، برضو الله سيفتحه لحضرته. وجيوش وقعاقع سلاح، يعني حتى لو الأبواب دي وراء منها جيوش لا أول لها ولا آخر، وإمكانيات تسليحية ملهاش أول ولا آخر، وعتاد لا أول ولها ولا آخر، وتقدم لا أول له ولا آخر، برضو بإذن الله سيفتح لسيدنا الإمام المهدي عليه السلام. نعم، الفتوحات. سلاح لا تعرفون مثله اليوم. سيدنا الإمام علي بقى بيكلم الحاضرين في عصره وزمانه، فبيقول لهم سلاح ما تعرفوش زيه دلوقتي. مثله أترون النسر والصقر والبوم وكل الطير مثلها وبأسمائها تقذف السحاب نارا وأهوالا. ده توصيف من سيدنا الإمام علي للأسلحة الجوية أو أسلحة الطيران المختلفة، أسماء الطيارات المختلفة، إمكانياتها. يعني لو دققنا في أسماء الطيارات هنلاقي إن في طيارات كتير أسماءها من أسماء الطيور فعلا وما شابه. حتى العمليات الجوية بيكون دايما اسمها واخد أسماء طيور وما شابه يعني. فالله المستعان، دي إشارة من سيدنا الإمام علي لتحال أو لتوصيف السلاح الجوي في آخر الزمان واستخدامات هذا السلاح في آخر الزمان. وما كان من سحاب صعب فيه رعد وبرق فصاحبكم المهدي يركبه. وما كان من سحاب صعب فيه رعد وبرق فصاحبكم المهدي يركبه. نقف بقى هنا ونسأل السؤال للأخ العزيز الفاضل المحترم أحمد الجهري، يا ترى إزاي الإمام المهدي هيركب السحاب الصعب الذي فيه رعد وبرق من غير تكنولوجيا؟ محتاجين نفهم، احنا بنتعلم يعني، احنا بنحاول نتعلم، وعشان احنا بنحاول نتعلم فالعلم بيقول ايه؟ اتبعوا النص، مش تتبعوا الهكس. نتبع ايه؟ النص لا الهكس. يعني فرق بين الاثنين، في فرق حرفين، هم مشتركين في الالف واللام، ومشتركين في ايه؟ في الصاد. ازاي هيركب السحاب الذي فيه رعد وبرق، وده هو توصيف بان هيكون السحاب في يعني اجواء جويه، احوال جويه شديده وصعبه، عشان يوصل للمتلقي ان هو مش هيركبه بطريقه عاديه، مش طيران صراع يعني.
مش هينط بالباراشوت، مش كده برضو ولا ايه؟ دي الاشاره بقى ايه واضحه من سيدنا الامام علي ان هنا التكنيك ركوب السحاب ده لازم لابد ان يتعامل مع الرعد والبرق. يبقى تكنولوجيا ولا حاجه تانيه، ولا انا بفهم بالشمال اليمين مثلا، ولا بنفهم من تحت لفوق، مش كده برضو ولا ايه؟ فصاحبكم المهدي يركبه يعلمه الله فوق ما تعلمه الذي عنده علم من الكتاب. يبقى الله سبحانه وتعالى سيعلم الإمام أكتر بكتير من اللي قال لسيدنا سليمان، قال الذي له الذي إيه عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن إيه تقوم من مقام يرتد إليك طرفك، يرتد إليك طرفك. ده اللي عنده علم من الكتاب. سيدنا الإمام بقى هيبقى عنده فوق كده اللي هو إيه عنده علم، شيل من شيل من، هيبقى عنده علم الكتاب كامل بقى، يبقى عنده ايه علم الكتاب كامل. ده اخبار من سيدنا الامام علي وبشرى من سيدنا الامام علي باننا على يد الامام سنمتلك علوما فوق تصور الدجال نفسه، فوق تصور الدجال نفسه. ليه؟ لان العلوم اللي هتبقى على ايد الامام فوق العلوم اللي كانت في ايد مين؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي جاب عرش بلقيس قبل ان يرتد لسليمان عليه السلام طرف. والدجال لم يصل الى هذا، الدجال لم يصل الى هذا هذه القدره في العلم. يبقى سيدنا الامام باذن الله هيبقى عنده ايه ما فوق ده بكتير، يبقى فوق انه يرتد لا طرف اسرع من كده. اسرع من كده، وعشان نركب طبق عن طبق، لتركبن طبق عن طبق، لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إيه هو السلطان ده؟ سلطان الإيمان وسلطان العلم، ولا في سلطان تاني؟ هناك حاجة أخرى يعني؟ ما هو السلطان الذي يمكننا من النفوذ إلى أقطار السماوات والأرض؟ لا تنفذون إلا بسلطان. ونجد في جميع النبوءات بلا استثناء الوحيد الذي اختص بأن حكمه وملكه يسمى بالسلطان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، دينا في مصر يعني. يا باشا انا اللي فصلت الصوت، انا اللي قطعته، والله انا اللي قطعته، انا اللي قفلته، انا اللي قفلته يا باشا. عندنا يعني يا جماعه مواهب بتعدي في الشارع، مش بنم الذكاء الاصطناعي. ايوه انا اللي قفلته والله. المهم طب نرجع تاني بقى، لا تنفذون الا بسلطان. لما نيجي نبص في جميع النصوص التي تخبرنا بحال آخر الزمان بل بحال التاريخ كله، لا نجد أي وعود سماوية لملك يسمى بسلطان إلا للإمام. الإمام المهدي هو الوحيد الذي سمي ملكه وسمي عصره بالسلطان، هو الذي الوحيد الذي يختص بهذا الكلام، هو الوحيد صاحب السلطان. لا تنفذون الا السلطان. طبعا ده امر واسع وكبير جدا، ان السلطان يعني التحكم الكامل، النفوذ الكامل. السلطان غير الملك
السلطان غير الرئاسة، السلطان غير الحكم. السلطان هو التحكم والنفوذ الكامل في كل شيء، في جميع المجالات، في جميع الأوجه والأصعدة، هذا هو السلطان، سيادة مطلقة. الشاب عايز يعرف انا قلت ايه؟ انا كنت بدعي له، يعني بدعي له ربنا يوفقه. هذا هو المعنى للسلطان، سيادة ونفوذ كامل ومطلق. نربط بقى الكلام كله ببعضيه، نفهم ان احنا مع الامام سيكون من ضمن هذا السلطان علم كبير جدا 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 لم يخطر حتى ببال الدجال، لم يتوقعه. ومن هنا نفهم هو ليه خايف. لما الناس بتسأل هو ليه مستني، يعني ايه اللي معطله؟ اللي معطله الرجاله دول. زي كده ما بنروح نشوف مع صاحب مصر يقول لك ايه، يخرج بعلوم كالسيوف، يبقى برضه صاحب مصر ده هيبقى معلوم، الصحابي معلوم، القيصر نص سيزار الكنانه قال لك ايه، دخل بيت السامري اخذ علومه، اخذ علومه سلمها للكبير. يبقى سيزار الكنانه دخل بيت السامري اخذ علومه سلمها للكبير، في نفس الوقت سيزار الكنانه هو ايه، الخضري، صاحب علوم وصاحب مدد روحاني. يبقى نفهم من هنا ان جميع الرجال اصحاب علم، جميع الرجال بلا استثناء اصحاب علم، ومن هنا هو يخشاهم ويخشى ادوارهم، وعايز يضمن ان هو خلص منهم وان هم دورهم مش هيكون له وجود في اي وقت من الاوقات. لكن طبعا ده هيهات في اللامحيص، يعني ده راجل دي خزعبلاته، يعني قدر الله واقع واقع. وجميع الـ مش هقول بقى النصوص ولا هقول لا لا لا، معطيات الواقع بتقول بإذن الله ان هذا الامر يعني حادث عما قريب، وسنرى تمكينا لعباد الله الصالحين المؤمنين في الارض عما قريب ان شاء الله تعالى. يعلمه الله فوق ما تعلمه الذي عنده علم من الكتاب، ويكذب الكذاب في الكتاب. اقف بقى، يكذب الكذاب في الكتاب. طبعا المعنى ده ممكن ناخده ونروح بيه على كل واحد بيفتري على الله الكذب في تأويل وفي تفسير آيات القرآن، ادي واحد. ولكل واحد بيفتري على الله الكذب ويدعي زورا وبهتانا انه يستخرج من القرآن علوما جديدة من خلال هجايس، من غير بقى ما اشير لناس معينة طبعا انتوا عارفينها، طلعوا ونزلوا كده في وقت واحد وظهروا بتاع يعني مش وقت الكلام ده دلوقتي عشان بس يعني الدنيا حر. لكن في الاساس مين المقصود؟ الكبيرهم، الذي علمهم، الذي مرر لهم هذه الافكار. يعني اوعى حد يظن ان اللي بيطلع يهري بالكذب ويفتكس بالكذب في امر علوم القران او تفاسير القران او تاويلات القران ده بيتكلم من وحي دماغه هو. لا لا، دي سكريبتات ممرره. في ناس بتتولى مواضيع بعينها يفضل ماسك فيها ويتكلم فيها بشكل معين، وفي ناس بيبدل لهم بقى كل يومين ثلاثة يطلع له بسكريبت جديد، وكل يومين ثلاثة يعمل له عنوان جديد ويهري هرية جديدة ويهبد هبدة جديدة ويخرب في معاني القرآن ويكذب على الله. ودعاوى رؤوس على أبواب جهنم. مين بقى الرؤوس على ابواب جهنم دول؟ الشيوخ والعلماء، زي ما سيدنا رسول الله وصفهم ان هم ايه، شيوخ النار. لا اخشى عليكم الدجال، ما تخشى علينا مين يا رسول الله، انما اخشى عليكم شيوخ النار، لا اخشى عليكم
الدجال، انما اخشى عليكم شيوخ النار. مين شيوخ النار؟ اللي هم دول رؤوس على ابواب جهنم. الدعاوى بتاعتهم، الكلام اللي بيقولوه، الوعظ، الشروحات، المواضيع اللي بيتناولوها، ما يدعوه من امور، كل ده دول دعاوى. واسلام بحيري بقى وكريمه، ودول شيوخ النار دول، وغيرهم كتير يعني. والوهابيه البهوات اللي طالعين يكفروا في المقاومه، يعني لا، دول شيوخ النار دول كتير، ده فصيل كبير قوي، ومن جميع الاشكال يعني. وكلام كثير يسمعه الناس في كل مكان ويرون المتكلم به. انتشار الاعلام، عشان نلخص الكلام، سواء الاعلام الفضائي او الاعلام الالكتروني. وقائل يقول العالم الجديد، وما هو بجديد؟ طب اسمحوا لي ناخد الجمله اللي بعدها كمان، عشان الكلمتين مربوطين ببعض، او الامرين مربوطين ببعض في الشرح. وداع من ارض يقال لها الجديده، وما هي بجديده لكنها قديمه. نقف بقى هنا. هو بيقول لي وقائل يقول العالم الجديد، وما هو بجديد؟ وبعدين بيقول لي وداع من ارض يقال لها الجديده، وما هي بجديده؟ هل الربط هنا بين الامرين واجب؟ اكيد، بس المعنى مش واحد. العالم المقصود ده مش المقصود منه الارض الجديده. وقائل يقول العالم الجديد، وما هو بجديد؟ عشان اختصر المعنى وما نخشش في تفاصيل كتير وما نخشش في رغي كتير. لا، مش امريكا الارض الجديده، صح استاذه زينه الاشراف، انت كده صح. لكن العالم الجديد مش معناه الارض الجديده. وقائل يقول العالم الجديد، العالم الجديد هيقال لما يقال كلمه العالم الجديد، تقال بالانجليزيه ازاي؟ نيو وورلد اوردر، هتقال كده مش كده برضو ولا ايه؟ نيو وورلد، ها، سيبا منكم من اوردر، ترجم كلمه العالم الجديد هتبقى ايه؟ لا، دي الارض الجديده استاذ وسام، دي الارض الجديده، وما هي بجديده. وبرضو في نصوص تانية بتتكلم بنفس المعنى ده، لكن العالم، ويقول قائل العالم الجديد، وما هو بجديد. ترجم كلمه العالم الجديد بلغه قائليها هتبقى ايه؟ نيو وورلد، باختصار نيو وورلد اوردر، اللي اول ما سمعناها في الثمانينات على لسان جورج بوش الاب، وعلى لسان يوحنا بولس الثاني، نيو وورلد اوردر. ويقول قائل وما هو بجديد؟ يعني ايه يا سيدنا الامام علي ما هو بجديد؟ يعني هو النظام موجود وكل حاجه، هو الفكره بس في اعلانه. يعني العالم الجديد ده اللي هو النيو وورلد اوردر، النظام العالمي الجديد، ما هو قائم اوريدي، ما هوش حاجه جديده، ده هو بس الجديد في ايه؟ ان هو بيعلن بقى وسيتم ايه؟ تعميم. لكن هو في الحقيقه معمم باطنيا. ويقول قائل العالم الجديد، وما هو بجديد؟ هي بس الفكره في ان ايه؟ اللي تحت السطح يطلع فوق وخلاص. ده المقصود من تفعيل النيو وورلد اوردر، او تفعيل صيغه العالم الجديد. ندخل بقى في وداع من ارض يقال لها الجديده. داع يعني اعلام، داع يعني اعلام، هوليود بقى والسي ان ان وفوكس نيوز، وال حط بقى اللي ايه انت عاوز تحطه في كلمه داع دي. وداع من أرض يقال لها الجديدة، وما هي بجديدة لكنها قديمة، سكانها أصحاب الوجوه الحمراء، واسم الرجل منهم أحمر. خلاص هنا نفهم بقى المقصود هنا أمريكا اللي يقال لها الجديدة، نيويورك، نيوجيرسي، نيو أورليانز، يعني كلمة نيو مكسيكو. هنلاقي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولايات كتير تبدأ بإيه؟ بكلمة نيو، فيقال لها جديده، وما هي بجديده؟ ارض قديمه سكانها اصحاب الوجوه الحمر، خلاص دول
اللي هم النيتيف الامريكان، دول اللي هم الهنود الحمر السكان الاصليين يعني. اسم الرجل منهم احمر، اه هنلاقي هناك يعني كلمة اسم ريد، ده متداول في الثقافة الأمريكية خاصة في ثقافة النيتف. هنلاقي كلمة ريد أو اسم ريد لقب عائلات، لقب لأشخاص وما شابه، فهذا الاسم بيتردد في المجتمع الأمريكي بشكل عام. يسلم ملوكهم لله، يبقى نفهم من كده إن ملوك أو رؤساء قبائل النيتف هتدخل في الإسلام. نفهم من كده إيه؟ يسلم ملوكهم لله، أن رؤساء القبائل بتاعة النيتف السكان الأصليين هيدخلوا في الإسلام. نفس الأمر اللي حصل في قابل الزمان في أول الزمان مع مين؟ مع ذو القرنين، حتى إذا بلغ مغرب الشمس فوجد عندها عين حمأ، وجدها تغرب في عين حمأ. عمل ايه هناك؟ اما من ظلم واما من امن. لما هناك في ناس امنوا ودخلوا في دين الله افواجا، واقام فيهم ذو القرنين العدل في اول الزمان. نفس الامر يعاد مع سيدنا الامام المهدي باذن الله تعالى، ويدخل النيتف السكان الاصليين لارض امريكا في الاسلام باذن الله. آه ايوه الزمن يعيد نفسه طبعا بعد الفتح. بعد الفتح ازاي ورؤوسهم صغيرة بعد الفتح؟ عادي، وممكن قبل الفتح. ما هو الناس دلوقتي بتدخل الاستاذ حسن في الاسلام، وحضرتك مش ملاحظ كميه ابناء الغرب؟ نعم نعم استاذ حسين، اي اطباق الطائره وكل بقى تكنولوجيا الطيران باي اشكالها يعني، بكل اشكالها. يعبرون بحر الظلمات. بحر الظلمات هو طبعا المحيط الأطلنطي، ويزرعون الشجرة الطيبة التي يحرق فروعها المسيح الدجال ولا يقلع جذورها. معرفش هل المقصود هنا بالشجرة الطيبة الكلمة الطيبة يعني كما وصفها القرآن، وهي يعني كلمة التوحيد وكلمة الإسلام، أم المقصود شيء آخر مادي؟ أنا الحقيقة مش قادر أوصل للمعنى الحقيقي، لكن ما أراه يعني إن هي الكلمة الطيبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه. فهم أصلا الناس دي عندهم موروث في ثقافتهم بالمعنى ده يعني. ما لما نفهم ثقافة النيتف هنلاقيهم إن هم ناس أصلا فيهم الطيبة، فيهم الشهامة، فيهم المروءة، فيهم البذرة الطيبة يعني. فهل ده المقصود ولا المقصود شيء آخر؟ الله العليم. نعم بدأوا بالدخول. نعم صحيح. التي يحرق فروعها المسيح الدجال ولا يقلع جذورها، ولكن يحارب من الأرض العظيمة كل بذور غرسها صالحون إلا ما شاء الله. يبقى الأرض العظيمة دي اللي هي أرض أمريكا، الدجال هياخدها مقر ومركز لكي يحارب كل ما هو في كلمة الحق، يحارب كل بذرة زرعها صالحون إلا ما شاء الله، اللي ربنا ريد له أو البذرة اللي ربنا ريد لها الاستمرار بتستمر غصب عن عين اللي جابوه، لكن هو هيتخذ من أمريكا مكان أو مركز لحربه ضد الخير، لحربه ضد الحق. وده بنشوفه طبعا ده على المستوى الإعلامي، المستوى السياسي، الاستخباراتي، العسكري، الدبلوماسي. كل الكروت في يد أمريكا بتستخدم لمحاربة الإسلام ومحاربة الحق ومحاربة العدل. ذليلا يعيش، كلام هنا عن الدجال، ذليلا يعيش ليعلم أنه مقهور وكذاب وأن الأمر لله جميعا. مهما تطلع ولا تنزل ولا تتشقلب، ذليلا تعيش ومقهورا تعيش، وبالجزمة على دماغ اللي جابت أمك تاخد،
ونطلع ابو اللي جاب ام ميتين امك كل يوم لغايه لما يجي دور يومك عليه السيد المسيح. وطبعا انت مش هتعرف تجري، انت مكسح مش هتعرف تجري، مش كده هي يعني، ما علينا يعني مش هنسيبك التفاصيل دلوقتي. فانت ده قدرك ان تعيش مذلولا مقهورا، تاخد بالجزمه كلب ابن كلب. مش تقول لي هغير القدر، قدر ايه روح امك اللي تغيره؟ انت راجل اهبل، انت راجل اهبل. شفت سيدنا الامام علي بيتكلم عنك ازاي؟ يعني بمنتهى التفاهه، بمنتهى بص حط لك، طبعا مش هو اللي حط لك قدر، ده الله سبحانه وتعالى، لكن حضرته بقى ايه بيبرز هذا القدر، ويعني ايه زي نقول ايه بيزخرفه في عمل فني مبدع كده من جملتين او من كلمتين، من كلمتين عشان ما ده حجمك ده اخرك يعني. يعيش ليعلم ذليلا، ذليلا يعيش ليعلم انه مقهور وكذاب وان الامر لله جميعا، لكنه جل جلاله يضل من يشاء. يعني ده سبب وجودك، الله جعلك فتنه لكنه جل هو سايبك فتنه، ده الغرض ان هو سايبك، يعني ده الغرض من وجودك مش اكتر. ليه؟ ليضل الله بك من يشاء. نفس المعنى في سورة طه، إنا فتنا قومك وأضلهم السامرين. أنت وسيلة ضلال وإضلال بس، ليتم الله إيه؟ امتحانه للبشرية فقط. فقط. أنت مجرد كويتشن مارك. ده أنت سؤال في الامتحان. بس سؤال صعب شويتين. بس دي كل الفكرة، يعني سؤال للإيه؟ مش الطالب المتوسط، عايز الطالب المجتهد. فقط. دي كل القصة بتاعت ميتين أمك من يوم ما اتولدت لغاية لما هتغور في 60 ده. ولكنه جل جلاله يضل من يشاء فيعلم أقواما لا يتأثم أحدهم من الذنب. مين بقى اللي هيعلم؟ الدجال. فيعلم أقواما لا يتأثم أحدهم من الذنب ولا يتحرج من لمس العورة وعمل صنم لها، وعالم وعمل صنم لها. يبقى في أقوام سيدنا الإمام علي ما وصفهمش. يعني إيه ما وصفهمش؟ ما قالناش ملتهم إيه، جنسيتهم إيه، عرقهم إيه، مركزهم إيه، ما قالناش. أقوام بشر من هناك ومن هنا ومن هنا، هيعملوا إيه بقى؟ هيعلمهم هو ايه؟ هو هيعلمهم لا يتأثم احدهم من الذنب ولا يتحرج من لمس العورة وعمل صنم لها. دول جانب من الماسون اللي بيعبدوا الاعضاء التناسلية. في جانب في الماسون في العالم بيعبدوا الاعضاء التناسلية، ده بالاضافة ان رمز مهم جدا في الماسونيه وهو رمز البرجل والزاويه اللي معاه دي، المعين اللي معاه ده، هنلاقي في النص في حرف الجي، حرف الجي وهو اول حرف في كلمه جندر. فكلمه جندر هنا المقصود بيها العضو الذكوري اكتر يعني، وهو يعني حرف الجي في رسمته ليه يعني حاجه معينه كده بدون تخش التفاصيل دلوقتي، مش هتقدم ولا تأخر يعني. فهم متخذين من الأعضاء التناسلية آلهة بيقدسوها ويعبدوها. ده في بعض الجماعات الماسونية، بعض الأقوام. لكن في النهاية هو بيكلمنا عن مين؟ عن أقوام ما يتأثموش من الذنب. أقف هنا. مهما عملوا من ذنوب عادي. لا ولا إيه؟ لا يتأثمون من ايه؟ من الذنب. وايه تاني؟ ومن لم ولا يتحرج ولا يتحرجون من لمس العوره، مش من لمس عورته هو بقى، بيلمس عوره الاخرين، دول بتوع الجنس الجماعي. دول بتوع ايه؟ بتوع الجنس الجماعي. ولا يتحرج
من لمس العورة، دول بتوع الجنس الجماعي. وأثناء الجنس الجماعي بتؤدى طقوس عبادة ما بين مين ومين؟ ما بين الماسترز والسليفز. بيبقى في الجنس الجماعي ده في هناك مسيطر وفي مسيطر عليه، من ضمن الطقوس ان المسيطر عليه بيؤدي طقوس عبادة للعضو التناسلي بتاع المسيطر، سواء المسيطر ده رجل او امرأة، والعكس صحيح. ده إشارة كده سريعة عشان خاطر ايه، ساعات الناس بتستفسر وبتبقى عايزة تسأل. خش بقى خد بالك في النقلة اللي هنتنقلها دلوقتي، عشان النقلة دي مربوطة بشكل او باخر بالايه، باللي قبليها، مربوطة بشكل اخر باللي قبليها. يسيرون وراء كذاب اسرائيل، نفس التعبير اللي خدناه في نص اخر. يسيرون وراء كذاب اسرائيل، ويسيرون غير يمشون. السير في التزام وفي خط مستقيم بهيئة المرش العسكري، لان حتى في تعريف الفقه كلمة السير، لو فتحنا باب السير، لو فتحنا اي عند اي فقيه ابواب التناول للمواضيع اللي هو بيتناولها، يعني هنلاقي باب الحروب بتسمى ايه؟ باب السير. يعني مش هنلاقي مثلا فقه الحرب، لا، فقه السير. الحرب تسمى السير، فالسير التزام بخط مستقيم باتباع للأوامر، باتباع للأوامر. يبقى يسيرون وراء كذاب إسرائيل، يتبعون أوامره، يمشون على خطاه، على إثر خطاه، بكل إيه، خطوة، وبكل دقة، وبكل التزام. مين هم بقى يا سيدنا الإمام علي؟ ويكون منهم أئمة الضلالة، ها، والدعاء إلى جهنم. يبقى هيكون من ضمن اللي هيسيروا وراء كذاب إسرائيل أئمة الضلالة والدعاء إلى جهنم. يركب مركبهم، أئمة الضلالة دول والدعاء إلى جهنم، يركب مركبهم، هيركب المركب بتاعتهم، هيتبعهم ملوك وأمراء، جعلوهم حكاما على رقاب. وهنا اوقف بقى، يعني دلوقتي انا عندي ملوك وعندي امراء هيركبوا المركب بتاعه الائمه وبتاعه الفقهاء وبتاعه العلماء اللي هي ايه، اللي موصوفين منهم دعاه لجهنم، ايا كان مذهبهم بقى، ايا كان مذهبهم. مين اللي يعني المذهب بقى سني شيعي وهابي، ايا كان المذهب، الوصف عام، هيتبع الشيوخ والعلماء والفقهاء دول، هيركب مركبهم ومذهبهم الفقهي امراء وملوك، جعلوهم حكاما على رقاب. مين اللي جعل مين حاكم على الرقاب؟ الاثنين دول بالفتوى العلميه، بالفتوى الدينيه، مكنوا الملوك والحكام او الامراء على رقاب الشعوب، ودول بالتمكين السياسي وبالقوه السياسيه جعلوا من هؤلاء العلماء وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الفقهاء ايضا حكاما على الرقاب. فهنا التمكين او 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 التحكم في رقاب العباد متبادل ما بين الاثنين، دول مكنوا دول ودول مكنوا دول، دول جعلوا دول حكام ودول جعلوا دول حكام، لان اصحاب السلطه الدينيه موجودين. يعني فاكلوا بهم الدنيا، فاكلوا بهم الدنيا. يبقى الحكام والملوك دول استغلوا الشيوخ والفقهاء والعلماء من دعاة جهنم في ان هم يفتلهم الفتاوى اللي تؤهل للحاكم او للملك او للامير او للنيل على دماغه انه ياكل الدنيا، ياكل حقوق الناس، يبلعها في كرشه.
بحجة ايه؟ انهم ولاة الامر. بحجة ولاة الامر. والله ده سيدنا الامام علي، سيدنا الامام علي ما ايه بيقسم قسم علوي من سيدنا الامام علي، والله لو شئت لسميتهم باسمائهم، وآل فلان وآل النون وآل العود والمتبرك والمتعرف والمتيمن والمتمصر والقاذف بالكلام والصادم بالنار والفاتن بالفتن. 10 فيكم 10 اهو، 10 توصيفات، منها توصيفات صريحة ومنها توصيفات باطنية. عندنا أول واحد، أول توصيف إيه؟ آل فلان. آل فلان دول يعني كل تمشي على ناس كتير خارج اللي مذكورين، خارج المذكورين. يعني آل فلان دول ما لهمش دعوة بالمذكورين. دول مين آل فلان؟ يلا ده سؤال الحلقة، مين هم آل فلان؟ شاطر بقى، شاطر يرفع إيده. ما لهمش دعوه بآل سعود، ابعد عن المذكورين. هقول الحته دي تاني قبل ما حد يجاوب، هعيده، حاضر هعيدهم قبل ما حد يجاوب، ونسأل سؤال الحلقه، من هم آل فلان؟ ده التاسك بتاع النهارده. والله لو شئت لسميتهم بأسمائهم، آل فلان وآل النون وآل العود والمتبرك والمتعرف والمتيمن والمتمصر والقاذف بالكلام والصادم بالنار والفاتن بالفتن. لا، هو استاذ امير عصام، استاذ زينب، رحت للمذكورين. لا، آل النون، آل نهيان، برضو دول المذكورين. آل فلان، يلا انت جاوبت فين؟ فين في الجو... جاوب... فين اللي جاوب؟ مين الاسود جاوب؟ وريني. لا مش نهيان، لا مش قال نهيان، لا اسف. ايوه صح صح انت كده صح، بس كده كده تمام. لا، قال فلان بني سفيان، آل فلان بني سفيان. أصبح سبق، آل فلان بني سفيان. طيب آل فلان خلاص عرفنا، آل النون دول آل نهيان، آل العود آل سعود، المتبرك عرفوش، المتعرف معرفوش، المتيمن معرفوش برضه، المتمثل معرفوش خالص، القاذف بالكلام طبعا ده القذافي، الصامد بالنار ده صدام، الفاتن بالفتن ده واحد يعني يصنع فتن او كثيرا. ما هنلاقي بقى النموذج اللي بيصنع الفتن ده، يعني توصيفات للحكام العرب في الفتره الاخيره يعني. فمهم، منهم الملك والقيل والأمير والرأس والوالي والزعيم. القيل هو الشيخ، في منهم يحمل لقب شيخ، يعني الشيخ فلان، الشيخ علان كده. فالقيل هو الشيخ، انا ما اعرفوش، تعرفين ولا ما اعرفوش؟ في زمنهم يضيع المسجد الأقصى ويعود مع صحابي مصر. ده هنا إخبار سريع بأن في زمن هؤلاء الحكام، في زمن هؤلاء القادة الذين يسيرون وراء كذاب إسرائيل، الذين يتبعون خطاه، الذين يتخذون من الشيوخ وفقهاء النار وسيلة لأجل
التحكم في رقاب العباد في زمانهم يضيع المسجد الأقصى. وبص بقى النقل على طول، ويعود مع صحابي مصر. ويعود مع صحابي مصر، ده أمر مفصول ومقطوع به ومجزوم به من سيدنا الإمام علي. يبقى يعود المسجد الأقصى مع صحابي مصر، يبقى نفهم عملية طوفان الأقصى. وطبعا نربط بقى مع النص الأولاني كده، الإيه المشهد كله بيتكامل مع بعضه البعض. وجمع ابن مصر قبله لقاضي إسرائيل مع قاضي القدس، لكن إسرائيل تعلو بالفساد والنفير والنار. يعني قبل تحرير المسجد الأقصى على إيد صحابي مصر، مصر هيكون لها دور بشكل أو بآخر في محاولة عمل سلام ما بين إسرائيل وما بين فلسطين. لكن إسرائيل تعلو بالنفير والفساد والنار، يعني هم مش هيحترموا أي اتفاقيات، ولا هيلتزموا بهدن، ولا هيبقى ليهم كلمة ولا أي حاجة، وهيستخدموا الآلة العسكرية دائما وأبدا. هيستخدموا الآلة العسكرية دائما وأبدا. وباختصار شديد بقى هنروح للمشهد اللي احنا بنتفرج عليه النهاردة، بقالنا 30 أو 36 ساعة من ساعة تفعيل الهدنة، ونسأل الإخوة الأفاضل الأعزاء بتوع اللوم على المقاومة بإن المقاومة ما عملتش ملاجئ ومخابئ للمدنيين. طب المدنيين اللي تم قنصهم وتم قصفهم من القوات الكيان في ساعات الهدنة، دول نسميهم إيه بقى؟ دول وضعهم إيه يعني؟ دول بقى نخش التفاصيل اللي حصلت والمقاومة قالت إيه والتعطيل للتسليم للأسرى والكلام ده. أنا بسأل بس في الموقف ده، في حتى اختراق الهدنة لقصف المدنيين وقصف العزل وقصف الطواقم الطبية. الناس دي عملوا ملاجئ، ما عملوش مخابئ، عملوا فوق الأرض، عملوا تحت الأرض. هم يعلو بالنفير والفساد والنار، لا يفهمون إلا هذه اللغة. هتتعامل مع الكيان ده هتتعامل بالمنطق القوة وبس. هتقعد بقى تتفاوض وتقعد تهادن وتقعد تسالم، هيدوك على قفاك، هيدوك على قفاك. وجمع ابن مصر قبله لقاضي إسرائيل مع قاضي القدس، لكن إسرائيل تعلو بالفساد والنفير والنار. والعرب غثاء كغثاء السيل، كما أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يعني ده حال العرب، غثاء كغثاء السيل. فيخرج صاحب مصر، في الأول قال لي إيه، يعود المسجد الأقصى مع صحابي مصر، وبعدين مشي بيا في توصيف الأحداث شوية، وبعدين قال لي إيه، فيخرج صاحب مصر. يبقى هنا بنتكلم بقى إيه على صاحب مصر، من خفاء وصمت طويل. طيب، من خفاء وصمت طويل، خفاء في ايه وصمت في ايه؟ واحنا عندنا نصوص تانية بتقول لنا بان هو ليه دور قبل خروجه في شكل عام. خفاء عن حقيقة دوره وصمت عن حقيقة دوره. هو لما بيتعامل مع الناس بيتعامل مع الناس بعيدا عن هذه الحقائق، بيتعامل معاهم من واقع اجتهاده في امور معينة، لكن بعيدا عن انه يقرب من والكلام ده يتضح معانا في الدر المصان لما بيقول لنا ايه، زال غينه وزال زينه. وشرحنا الغين والزين بانه ايه، التخفي او التستر خلف مظهر معين معاكس لحقيقته، ان هو بيخبي حقيقة نفسه ورا مظهر معين او ورا يعني ساتر معين متخذه لنفسه. وزال زينه هو يعني نقول ايه، الزين جاي من التجميل ام التجمل، فهو ده مش معناه ان هو بيتجمل يعني، لكن هو بنقول ايه، بيداري حقيقته او بيلغزها او ما شابه. فنفهم معنى كلمه خفاء وصمت طويل، خفاء وصمت طويل عن حقيقته،
مش هو في خفاء وهو في صمت طويل، ويفتح كهف الأسرار وينادي بالثأر الثأر. يفتح كهف الأسرار ليها علاقة بيخرج بعلوم كالسيوف، على طول كده ليها علاقة بيخرج بعلوم كالسيوف. وينادي بالثأر الثأر، ينادي بالثأر الثأر. يبقى صاحب مصر أول سلوجن هيرفعه هو الثأر. الثأر بقى من إيه؟ من مين؟ من إمتى؟ أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم أنه سيعلن الثأر لكل أو من كل من ظلم من وقت البعثة النبوية نزولا مع التاريخ إلى وقتنا الحالي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، هذا ما أظنه وهذا ما أفهمه من واقع النصوص اللي بتتكلم عن صاحب مصر وصحابي مصر. وينادي بالثأر الثأر يمهد للمهدي، وإنما الناس خلاص يمهد للمهدي. يبقى أولا نربطها بيمهد للمهدي بأصوات عديدة من سماء مصر، دي ناقشناها في مصر قبل كده. ويمهد للمهدي في القدس سلطانه، خلاص هو هيكون مع الصحابي في الفتح، مع الصحابي في استرداد المسجد الأقصى، مع الصحابي في تحرير فلسطين. يمهد للمهدي وإنما الناس مع الملوك والدنيا، يعني الناس في الهيصة بيتبعوا الملوك وبيتبعوا الدنيا، والدين مع الغرباء، والدين مع الغرباء. فطوبى لهم حتى يخرج لهم مهدي آل البيت بعدما يزلزل الله أرض الحمر المسروقة ويتمنى الناس العدل. يبقى الدين مع الغرباء، الدين الغرباء اللي هم الماسك على ديني كالماسك على جمر من النار. يعود الدين غريبا كما بدأ غريبا، وعدتم من حيث بدأتم، طوبى للغرباء على لسان السيد المسيح. كل دي هي معنى والدين مع الغرباء. فطوبى لهم حتى يخرج مهدي آل البيت. طوبى لهم بإيه؟ طوبى لهم بصبرهم، طوبى لهم بمثابرتهم، بجلدهم، بتمسكهم بدينهم، بتمسكهم بالحق. طوبى لهم لما سيروه من سعد على يد الصحابي والصاحب، حتى يخرج مهدي آل البيت بعدما يزلزل الله أرض الحمر المسروقة ويتمنى الناس العدل. دي إشارة إلى الهدة، يزلزل الله أرض الحمر المسروقة، الهنود الحمر، أرض النيتف المسروقة من الدجال ومن يأجوج ومأجوج، يزلزلها الله بالهدة ويتمنى الناس في كل الأرض ظهور العدل. عندها يكون ظهور حضرة سيدنا الإمام المهدي عليه السلام بإذن الله تعالى. وكده نكون خلصنا، وأرجو أن احنا نكون يعني سلطنا الضوء بشكل سليم على أمور كتير، ووضحنا حاجات، وردينا على أمور قيلت في الأيام اللي فاتت، زدناهم ردا وزدناهم أدلة، وطمأننا حضراتكم بالمزيد من البراهين التي تؤكد بأننا مقبلون على علو كبير بإذن الله تعالى لكلمة الله ورسوله وكلمة الحق بإذن الله تعالى. والله المستعان. هسيبكم دلوقتي وعشان نلحق بعض بالليل، ماشي؟ يعني بقى لنا ساعة ونص اهو زي الفل. هسألك مساك ورد وفل وياسمين، مساكم زي العسل. ربنا يعزكم يا رب، شكرا جدا، ربنا يبارك فيكم، الله يحفظكم يا رب، انتوا اخواتي كلكم والله، ربنا يبارك فيكم مساكم يا رب، اللهم امين رب العالمين، احسن الله اليكم، شكرا جزيلا. خليني شويه ايه، خد بالك استاذ معاذ، انا عندي هنا الكهرباء بتقطع دلوقتي، فعشان مش عايزين بس ايه واحنا بنتكلم فجاه نلاقي الايه الكهرباء قطعت، فخليني نتوكل الله دلوقتي، وممكن بالليل نكمل نقاش في النص، يعني عشان بس الكهرباء ما تقطعش عليا. ايوه في المساء، حاضر. والله يا خايف بس الكهرباء تقطع عليا هيبقى البث باظ، انتوا عارفين الرخامه اللي بتحصل يعني. فخلونا بالليل هنعيد النقاش في ما طرحناه، والله المستعان. جهزوا اسئلتكم،
يعني اتفرجوا تاني على الحلقة وشوفوها كويس واسمعوا النصوص، طلعوا أسئلة لو عايزين تطلعوا، وأنا تحت أمركم إن شاء الله بالليل نكمل نقاش في أمر هذه النصوص الثلاثة، ولعلها تكون نافعة ولعلها تكون قاسمة في وجه كل المدعين والأفاقين. خالص تقديري وتحياتي، ما تنسوناش في الدعوات، ما تنسوناش في التعليقات في الشيرات، تاخدوا معانا شوية كده عشان نقدر نكمل، والله المستعان. خالص تقديري وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.